بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى بقى نكتب الكود بتاع الجيت ريكوست، بس محتاجين نعدله بقى بحيث يمشي مع الجيت. أولا ده كان بيجيب جيسون أوبجكت. لو رجعت البوستمان هتلاقي إن الكلام ده ما بيحصلش في الجيت. الجيت هي بتعمل أول حاجة أري وأوبجكت إيليمنتس جوه الأري، فهتقول خلاص يبقى دي بتريتيرن جيسون أري ريكوست. وهنشيتها من جيسون أري ريكوست. والميثود جيت مفيش مشكله، طبعا انا محتاج اعمل اوت انتر عشان اعمل امبورت. ماشي، الاند بوينت بتاعتي مظبوطه. جيت بارامترز فيها ايرور، لا هكريت الفانكشن الاول، والفانكشن هتبقى من جيسون اري وارد تكون طبعا نال، فهقول له ريتيرن نال دلوقتي مؤقتا. هي كده مش مؤقتا، هي هتفضل ريتيرن نال لان انا مش هبعت حاجه، انا اصلا يعني بجيب الداتا كلها على طول. ودي الت انتر عشان يعمل امبورت للاورج دوت جيسون. طيب قال لي جيسون اوبجكت، قلت له لا، الريسبونس اللي هيجي لي عباره عن جيسون اري مش جيسون اوبجكت. تمام، كويس جدا، فعرف ان هو جيسون اري. وطبعا ات اما تساوي كلمه ات تبقى جيسون اري. كل بقى المكتوب في التراي ده كله سيبك منه، امسح امسح، مش عايزين كل الكلام اللي كان مكتوب في التراي ده، احنا عندنا شغل تاني خالص. عايزين نربط بقى الليسته، نجمع الليسته اللي جالي من ات واعمل عليها لوب واحطها جوه البرودكت ليست واسلمها للليست فيو. وانا عايز اعمل، فعملت فور اي، عرفت ده الكاونتر بتاعي، وده ان من 0 لغايه الات دوت لينس. والات دوت لينس انا عارف ان ات اصلا الري دوت لينس هتجيب لي عدد الاليمنتس ناقص 1 عشان ابقى عارف ان ده اخر حاجه. قول ده اند فور. وهاجي اقوم عامل ايه؟ هقول له فال، عرف اول حاجه في الاري بتاعتي ان انا عايز اجيب اول ايه، اول الم اول اوبجكت اسحبه من الاري. فعرفت فاريبل سميته برودكت اوبجكت، قلت له ات جيت جيسون اوبجكت، انا عايز اول اوبجكت. قال لي اديني الاندكس بتاعه، قلت له هو الاي. فالاي اول مره بزيرو يبقى يجيب لي اول اوبجكت في الليست في الاري، ثاني مره الاي بواحد هيجيب لي ثاني اوبجكت في الاري، ثالث واحد والى اخره لغايه لما اللينس ناقص واحد يخلص. يعني لغايه لما كل الاوبجكتس الموجوده في الاري بتاعتي تخلص، فانا هاخدهم واحد واحد. ايه اللي هنعمله في واحد واحد؟ قلت له بقى عرف لي بقى برودكت من البرودكت اللي هو الموديل بتاعي، اللي هو الاي دي والنيم واللي مش عارف الكلام ده، الاي دي والنيم والبرايس والكاتيجوري والديسكربشن. قلت له ايوه هو دول، انا عايز بقى ابعت لك القيم دي اجيبها من الاوبجكت اللي هو برودكت اوبجكت اللي انا استلمته كاوبجكت من الاري اللي بعتت لي كاري جيسون. قلت له ماشي، ده الاند ايه في برودكت اوبجكت. تمام قوي. عايز ابعت له بقى ايه الاي دي بالترتيب طبعا اللي احنا كنا عرفنا بيه جوه الايه الكلاس بتاعنا. فقلت له طيب اول حاجه هتروح على البرودكت اوبجكت اللي احنا عرفناه، وهقول لك جيت سترينج عايز ايه. قلت له عايز الاي دي كوما كنترول دي كده، وبعد كده عايز النيم، ونفس الكلام عايز الكاتيجوري، نفس الكلام للديسكريبشن. صح، الكاتيجوري والديسكريبشن. صح، واحده للديسكريبشن والاخيره للبرايس. البرايس بس البرايس مش تبقى جيت سترينج، هتبقى جيت دبل. وخلاص خلصنا كده من الاوبجكت بتاعنا، نشيل بس الكوما اللي بعد برايس دي. تمام، ده كده البرودكت بتاعي اتجمع كاوبجكت. بعد ما خلصته هقول له بقى اروح على البرودكت ليست، عايزك تاد جوه البرودكت ليست اللي هي تبقى مكونه بقى كل واحد بقى بيتجمع. قال اديني برودكت، هو البرودكت اللي انا جمعته ده، البرودكت اللي انا عرفته ده، البرودكت اللي هو اسمه ده اللي انا حطيته جوه الداتا دي. يلا حطه لي جوه البرودكت ليست، وطبعا هحط بس الايه الفيز. طيب و خلاص كونت كده، حطيت عنصر ورا عنصر ورا عنصر ورا عنصر. عايز اعرف بقى الادابتر اللي انا عملت له ليست ادابتر او الليست برودكت موديل بتاعي. فقلت له برودكت ليست، ادي دوت الادابتر بتاعي. قال لي اديني الاكتيفيتي واديني البرودكت ليست، وهو هيعمل لهم بقى اللي كان بيرسمهم على الشاشه بينفلاتهم. قلت له بالنسبه دي الابلكيشن كونتكست، دي الاكتيفيتي. قال لا انا مش عايز اكتيفيتي، انا مش عايز كونتكست، انا عايز اكتيفيتي. قلت له ماشي، عشان تجيب الاكتيفيتي اللي انا فيها دي هتقول this
هات وممكن اكتب لك اسمها View Products Activity. تمام، اقول له كوما، وبعد كده قال لي اديني الليست بقى بتاعت الحاجات اللي هتتعرض، فقلت له الحاجات اللي هتتعرض الليست بتاعتها اللي هي البرودكت ليست اللي انا لسه معرفها في السطر اللي قبل. تمام، كده انا عرفت الادابتر، فاضل الادابتر ده كده اتعرف، عايز اديه بقى الايه الليست. تمام، ده عشان ممكن يكون ساب فاضي. الادابتر ده انا خلاص عرفته، احطه جوه ليست فيو بقى، عايز اسلمه الليست فيو بعد ما اتظبط بقى. فقلت له ليست فيو دوت ادابتر بيساوي الادابتر اللي انا عرفته لك. تمام؟ تمام، وبكده نكون كملنا جبنا الاري الجاي يعني، وعملت انا لوب وكونت البرودكت ليست وعملت الادابتر وسلمت الادابتر من الليست فيو. هو بس في غلطه عندي في فاضل اس بس فيو برودكتس اكتيفيتي. تمام، ده كان ايه الفكره كده اللي احنا عملناها. فطبعا نتيست ان الكود كله شغال سليم، و هو ده البرودكتس ليست بتاعتنا فيها ايرور. نيم اديت فيو، لا هو نيم تكست فيو، وانا بحط على الشاشه كان عندي نيم تكست فيو والديسكربشن تكست فيو، دول كانوا موجودين في الايتم كانت مطلعه ايرور. طيب ظبطتها، وهنا كده كله تمام، جاهزين ان شاء الله نتيست.